استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم الفنان جاسم الدوسري الذي تشرف بإهداء جلالته عملا فنيا بعنوان البحرين أرض التسامح والتعايش بين الأديان. وأعرب جلالة الملك المفدى عن شكره للفنان جاسم الدوسري على هذه الإهداء مثنيا على الجهد الطيب الذي بذله في إعداد هذا العمل الفني المميز والذي يجسد ما تمثله البحرين من نموذج عالمي رائد للتسامح والتعايش بين مختلف الأديان. ونوه جلالته بدور الفنانين البحرينيين في إظهار ما تتمتع به المملكة من حرية دينية وانفتاح حضاري عبر إبداعهم وأعمالهم الفنية، متمنيا جلالته له كل التوفيق والنجاح. من جانبه عبر الفنان جاسم الدوسري عن عميق الشكر وبالغ الامتنان والعرفان إلى جلالة الملك المفدى على دعمه المستمر وتشجيعه لأبناء المملكة ليواصلوا عطائهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم.